جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلتها المتفرعة عن هذا الموضوع شخصا، هل تكلمتم، هل للمرأة أن تخفي شيئا عن زوجها أم تبوح له بكل شيء؟ تخفي عنه ما لا مصلحة في إبدائه وتبوح له بما في إبدائه مصلحة طيب ومنفعة، طيب فهي لا تفضي إليه بكل شيء نعم ولا تمنع عنه كل شيء، وإنما هذا بحسب المصلحة. طيب